السلام علیکم. سورہ ملک کی کچھ آیات جو ہیں وہ پچھلے ویڈیو میں میں نے تلاوت فرمائی تھی. انشاءاللہ کچھ آیات جو رہ گئی ہیں وہ اس ویڈیو میں میں تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فمن يأتيكم بماء معين. آمنت بالله صدق الله العظيم.